مشاهدينا من الاقصر بنحييكم وبنقدم لكم حلقه جديده من برنامج يا حلاوه الايد الشغاله، خليكم معانا وتابعونا. اي دور في حياتك خلي لبلدك اكبر حيز راجع بقى ربوك حساباتك، شغلك هيخليك تتميز على اي دور في حياتك، خلي لبلدك اكبر حيز راجع بقى ربوك حساباتك. مشاهدين اهلا بكم مره تانية، وحلقتنا النهارده من محافظه الاقصر من داخل احدى المحال العطاره الكبرى واللي لها تاريخ لصاحبها استاذ محمد حباشي. هنتعرف منه على تاريخ المحل والايادي الشغاله الموجوده معاه وطبيعه الشغل داخل المحل. بنرحب بك استاذ محمد. اهلا وسهلا. استاذ محمد، يمكن زي ما قلت ان المحل هنا يعني تاريخ ما شاء الله وبقاله فتره كبيره، بس الاول عايزين نعرف من حضرتك يعني اتهمت ان شغلة العطارة ومحل العطارة ده من قد ايه؟ يعني حوالي سنة 88 كده حضرتك. يعني مع الوالد ولا كنت مع نفسك؟ مع الوالد. حضرتك قولي بقى يعني الاول الوالد كان ازاي طبيعة شغله وانت كنت بتشتغل معاه ايه بالظبط؟ والله حضرتك هو الوالد كان اصوله كانت فاكهة الاول، وبعد كده اتجهنا للعطارة، بعدين استمرينا فيها يعني لقيت نفسي فيها يعني. يعني سنة 88 كانت لسه برضو يمكن العطارة مش زي دلوقتي ولا كانت ازاي؟ ما كانتش مشهورة حاليا زي دلوقتي يعني. دلوقتي في محلات عطارة فتحت جديد والشغل بقي أوسع والمجال بقي أكتر من زمان كتير، ومعلومات كتيرة وخلطات كتيرة، كل حاجة يعني بقت أكتر من الأول يعني. احنا لو اتكلمنا عن المكان هنا ما شاء الله محل العطارة، يمكن في ناس كتير بتستبدل الحاجات العلاجية مثلا اي حاجة تاني بالاعشاب، فبيبقى محل العطارة لازم يبقى فيه حاجات معينة. يعني المكان هنا ازاي حضرتك يعني بتجيب يعني الطلبات بتاعت الزباين على حسب مثلا الزباين بتبقى طالبة حاجة ولا بشكل عام؟ والله هو بالنسبة للمحل بشكل عام بنشوف مثلا اللي بيطلب الحاجه ده بيطلبها باستمراريه، بنجيب الطلب باستمراريه عامه يعني. فاحنا بنجيب كل حاجه على حسب على قدر الامكانيات اللي هي الموجوده حاليا، وكل واحد بيجيب على قد محله على قد امكانياته. هدف البرنامج بتاعنا الايادي الشغاله وازاي اصحاب راس المال يقدروا يعملوا مشروعات سواء صغيرة أو كبيرة، والمشروعات دي من خلالها بيوفروا يعني فرص عمل لشبابنا، وده الهدف من كلامنا كله في الحلقات بتاعتنا، إن الشباب بيلاقي فرصة عمل ولو حتى بسيطة يعني لحد ما يلاقي اللي هو عايزه. أكيد أي حد بيحاول يساعد بقدر الإمكان لأي حد، لأي شاب بياخد فرصته في العمل في الشغل، فكل واحد على حسب امكانياته يعني. ممكن انا اجيب واحد في محل تاني، يجيب اثنين في محل، يجيب ثلاثة، كل واحد على حسب الامكانيات بتاعته يعني. طيب استاذ محمد، لو رجعنا تاني نتكلم عن العطارة،
عايزين نعرف برضو انواع العطاره ايه اللي عندك، التوابل اللي بتشتغل عليها، هل في حاجه مثلا، في ناس بتعمل خلطات بتبقى سمه او صفه المكان، يعني حاجه للمكان يقول لك خلطه فلان او خلطه المحل الفلاني، بتشتغل على الموضوع ده ولا كده؟ والله بعض الخلطات، يعني مش كل الخلطات الواحد مشهور بيها هنا في المحل يعني، فكل محل برضه بيبقى مشتهر بحاجة معينة يعني. بس أنا بالنسبة لي هنا بيبقى خلطة بتاعت الأملاح والكلى، وفي خلطة للقولون، وفي خلطة للكحة والصدر وكده. يعني احنا عايزين نقول برضو طب الاعشاب بيبقى محبب لناس كتير، يعني حتى ممكن العلاجات بتبقى مستخلصه منه، يعني زي دواء الكحه حضرتك ما قلت بيبقى مستخلص احيانا من الجوافه، ورق الجوافه بيبقى مرسوم عليه كمان ورق جوافه، يعني فكله بيرجع للطبيعه وللاعشاب. في ناس كتيرة دلوقتي يعني مش بتبص للكيماويات، الحاجات اللي هي المصنعة وكده، فبتلجأ للأعشاب وبتاخد حاجات زي كده، بتبقى فعالة، بس هي مش بتبقى فعالة يعني، بتبقى على المدى البعيد شوية، مش بتبقى في نفس عايزة وقت. انا كنت اقول برضو ان هي عايزة وقت، بتبقى مش في نفس التوقيت، بتبقى عايزة وقت يوم اتنين كده يعني، بيبقى اكتر من كده احيانا، وفي احيان بعض الاعشاب استمرارية شوية، مثلا هشاشة العظام، مثلا حب رشاد، حاجة لهشاشة العظام بتاخد حب رشاد بيتحط مع لبن ويتشرب، او عسل ابيض، حب رشاد، حب رشاد والخشونة برضه بيبقى على المدى البعيد يعني، ده اللي هو اللي بيبقى على المدى البعيد، يبقى لازم في استمرارية، يبقى في استمرارية على الأقل الشهر يعني. طب لو حبينا نتكلم برضو عن ازاي نستخدم العطارة في العلاجات، حضرتك قلت برضو زي الخشونة، ايه تاني ممكن نستخدمه؟ الخشونة ممكن برضو ظاهري، بيبقى زيت زيتون، دهان يعني، دهان، وهو في دهانات كتيرة يعني، بتبقى دهان نعام ودهان الحنظل، ممكن كريم الحنظل، وفي منه اللي هو الحنظل العادي اللي هو اللي بيبقى كورة، ده بتقسم نصين وتسخن على النار، بعد كده بتحط في الركبة وفي القدم من تحت، بتاخد يوم بيباد فيه وياخده يربطه كده وينام بيه، بيبقى فيه مرارة في اللسان، يبقى كده فيه رطوبة بتطلع يعني. طب استاذ محمد، ده حضرتك الكلام ده بتبقى يعني درسه ولا انت خدته خبرة من السوق ومن شغلك مع الوالد زمان وكده؟ لا، هو بتاخد عن الخبرة يعني، يعني بتنمي المعلومات دي، لان كل يوم في جديد، ممكن مثلا العشب اللي يكون عندك لحاجة معينة ممكن يستخدموه لحاجة تانية، هل بتنمي الحاجة دي مثلا ان انت بتقرأ كتير، بتطلع على النت دلوقتي كتير في حاجات دي؟ بنحاول بقدر الامكان ان احنا نتواصل مع العصر السريع ده. بتحاول ازاي؟ بنحاول بنقرا يعني، بتكون في خلطة مثلا يعني زي القولون، بيبقى فيها مثلا الاساسيات شمر وزهرة بابونج ونعناع، بيبقى مثلا في زيادة دلوقتي مثلا بيتضاف عليها سلامكة، بيتضاف عليها ينسون، بتزود المفعول، بتزود المفعول، هو ده اللي انا بحكي فيه، يعني ان احنا يعني بنقرا او بنثقف نفسنا في الحاجة اللي بنشتغل فيها، لان كل يوم في جديد. اكيد ده. خلطات التجميل برضو، يعني هل مثلا دلوقتي الستات دايما يعني في عندنا حب كبير ان احنا التجميل والبشرة والتفتيح والحاجات التانية اللي بيعملوها الستات، يعني نتكلم عنها. والله بالنسبة للحاجات في العطارة التقليدية، اللي هي من زمان، بيبقى الترمس الناعم، ترمس ناعم، ده اللي هو عشان شد البشرة والكده. هو حاليا دلوقتي فيه اللي هو جيلاتينا والبندكر، ده غير الترمس الجديد، ده الجديد جاي على الترمس يعني، تمام. الاول كانت الترمس والمحلب
ونسبة قرنفل صغيرة، ده بيطحن مع بعض وبيتكون مع بعض ويتنقع مع بعض. بعد كده بيتحط على الوش مسافة ربع ساعة تلت ساعة، وبيتفرق بقماشة، وبعد كده بيتغسل الوش. بعد كده حضرتك مثلا أي حاجة، مرطب، كريم، جليزرين، زيت لوز، أي حاجة. إيه الجديد بقى دلوقتي؟ بيتاخد دلوقتي اللي هو الجيلاتينة حضرتك. والصمغ العربي. بودرة. بودرة حضرتك. والله هي مادة كده لزجة بتعمل عملية تماسك. بالمية حضرتك. بمية الورد، وبتحط معاها مع بعض، وبتتحط برضه للوش. حط للوش كحاجة تجميلية يعني. دي اللي هو الجديد ده حاليا. يعني انت بتعملها الخلطة دي او مثلا بتنصح بيها الزباين؟ هو حاليا دلوقتي هم بياخد الزبون بيجي ياخدها وهو بيعملها في البيت. هي الخلطة دي؟ اه. طب بالنسبة للزيوت بقى، انواع الزيوت ايه بقى؟ الخلطة القديمة اللي هي الترمس والمحلب والقرنفل، بتحط بياض بيض وبتحط ميه ورد، بتضرب كله مع بعض يعني. والله عايزه اقول لحضرتك يعني استاذ محمد، يمكن الخلطات الطبيعيه دي بتبقى اجمل من الكريمات ومن الحاجات، لان الكريمات يعني اكيد بيبقى ليها يعني مردود مش كويس على المدى البعيد. يا عامة الطبيعه بتبقى احسن. الحاجه الطبيعيه لو ما فادتش مش هتضر، دايما يعني الناس الكبار يقولوا ان الحاجه دي لو ما فادتش مش هتضر. اكيد اكيد طبعا حضرتك. طب في مثل بيقول برضو كناسة العطارة ذهب، صح الكلام ده؟ يعني صحح لي الجملة لو فيها. لا هو صح حضرتك، يعني اي حاجة بتبقى في العطارة، وخصوصا الايام دي يعني. من سنين قبل كده يعني كنا اي حاجة كده بنرميها على البخور وكلام زي كده، فدلوقتي برضو بقيت بحذر شوية يعني، مش لان الحاجات يعني رفع الاسعار والحاجات دي خلتنا برضو يعني ايه نهتم شوية يعني. الاول كنا اي حاجة بنرميها على كنص العطار، فدلوقتي بنحاول كل حاجة لها قيمة شوية. لها قيمة، احنا ما نقدرش نستغنى عن حاجة بسهولة يعني، اي حاجة ممكن كمان نعيد تدويرها في الاستخدام. اكيد احنا بنعيد تدويرها يعني، اي حاجة دلوقتي بنحاول ننظفها يعني نخليها احسن من الاول يعني. يعني برضو عايزين نتكلم عن الزيوت، عن الحنة، عن الحاجات دي. والله والحنة حضرتك اكتر حاجة مطلوبة اللي هي الحنة الحمراء دي، الحنة البلدي بتاعتنا دي، بتضر الشعر وبتستخدم للافراح طبعا دايما على طول. بس محمد انا بلاحظ ان في حنة يعني بتحمر على طول بسرعة وحنة لا، فهل بيبقى محطوط لها حاجه ولا هي طبيعه او نوعيه وجوده المنتج؟ على حسب جوده الشجره نفسها او الورق نفسه بتاع الحنه يعني. يعني في ورق حنه بيبقى نضيف وفي اقل شويه كده يعني. طيب لو حبينا نتكلم برضو بشكل علاجي اكتر عن بعض الاعشاب الموجوده في اي محل عطاره، مثلا في حد بيبقى عايز حاجه يهدي اعصابه، او حاجه زي منوم، حاجه مثلا تخليه فريش كده، فيها موجوده الحاجات دي في العطارة؟ والله هو في الحاجه اللي تهدي الاعصاب يعني زي زهره البابونج. واليانسون ممكن بتشرب مع بعض، ممكن كل حاجه لوحديها. ده اكتر حاجه دي اللي بتهدي الاعصاب. وممكن بالنسبه للزيت بيبقى زيت لافندر، بيبقى نظام تدليك يا حضرتك. زيت اللافندر. في ناس برضو بتستعمل اللي هي برضو من بدري اللي هو الناس قبل كده، ميه بملح. ميه ملح؟ تحط في الرجل كده يعني، تحط الملح في الميه مسافه نص ساعه او تلت ساعه، بتحط في الرجلين بيهدي الاعصاب. و بينشط الدوره الدمويه حضرتك. زي نظام الخردل برضو، الخردل نفس النظام حضرتك برضو. الخردل بيتغلي. خردل حاجة صغيرة كده خالص. صغيرة. بعد كده ده بيتغلي، وبعدين يتنقع ياخد له مثلا ساعتين ثلاثة، بعد كده تحطه في المية، وأي حد يحط رجله كده فيها مسافة نص ساعة كده كل يوم، بنشط الدورة الدموية. عموما العطارة بتعتبر صيدلية الأعشاب، يعني هي الصيدلية اللي فيها العلاجات
الثانيه الدوائيه. برضو عندنا بيبقى محل العطاره بنعتبره صيدليه طب الاعشاب. اكيد طبعا حضرتك، ان احنا بنستخدم توابل والحاجات الثانيه، ولكن هي في الاساس بتبقى يعني حاجه زي طبيه علاجيه. مش كده برضو ولا؟ ليها فاعليه برضو بالنسبه لل... ليها فاعليه جامده. ضغط الدم مثلا، الضغط اللي بيبقى واطي او عالي، في ناس بتستخدم اعشاب لحاجات دي. في ناس كتير بتاخد كركديه بينزل الضغط، بتشرب ساعه حضرتك. في ممكن البردقوش برضه بينزل الضغط، في الحلفبر برضه بينزل الضغط. الثوم برضه بينزل الضغط، بس بيبقى ساقع وسخن تقريبا. ساقع وسخن؟ لا بيبقى ساقع. ينزل الضغط سخن يرفع الضغط. ايوه زي الكركديه كده حضرتك. فيها بقى العطارة شغالة كويس وبيبقى فيها يعني زي ما يقولوا رجل على المحل هنا، امتى بقى؟ والله وقت بيكون وقت الرحلات اللي هو نص السنة، وبيبقى حضرتك في رمضان، قبل رمضان كده. طبيعي طبعا، رمضان ده عطارة على طول يعني. ده ما هو الشغل بتاعنا ده حضرتك قبل رمضان يعني. بقى البلح والحاجات الحلوة بتاعت رمضان. بيبقى البلح وال... والله كل محل على حسب امكانياته بيجيب الطلبيه اللي هو بيقدر يعني يسعر المحل او يقدر يبيعها وكده يعني. ايه مثلا في رمضان الحاجات اللي هي بتتسحب اكتر؟ بتسحب اكتر حاجه البلح. بلح والقمرضين والقراصي عشان والمشمش كده، عشان برضو رفع الاسعار بقت قليله مش زي الاول يعني، بس اكتر حاجه يعني بتبقى البلح يعني. رحلات، انا بشوف احيانا في محل العطاره بيجوا ناس من بحري، القاهره واسكندريه وكده، بيبقوا عايزين حاجات وبتتلف كده، بتلفوها بشكل شيك قوي. الحاجه دي بيحصل عندك؟ بيحصل. ايه بقى الحاجات اللي بيطلبوها؟ الاول حضرتك كنا نعمل الكلام ده بالشنط الخوص اللي هي اللي كانت مشهوره عندنا دي الاول، فبعد رفع الاسعار فكرنا في الحته اللي هي اللفه بتاعت الشنطه دي اللي بنلفها شنطه بلاستيك عادي، بلاستيك، بنعملها بالسوليتيب وكده، فبتبقى اشياء كده. ايه الحاجات اللي بيطلبوها منك؟ بيطلبوا كركديه سوداني، دوم، تمر هندي، دي الاساسيات يعني. بعد كده البهارات، عشان بتبقى عندنا بهارات يعني بيبقى طعمها حلو كده، بتبقى يعني حاجه نظيفه يعني. دايما هم يعني بيجوا تحديدا الاقصر واسوان، يعني دايما العطاره دي مشهوره بالحاجات بتاعتنا الحلوه اللي هم بياخدوا الحاجات دي كلها من هنا، بتبقى زي نظام تراث عندنا هنا يعني. طب ايه الجديد في المحل؟ يعني اي حد بيبقى فاتح مشروع ايا كان بيجدد فيه، بيطلع مثلا على حاجات في النت، اي حاجه بيحاول يجدد، بتعمل كده ولا؟ والله بعض الاحيان بنحاول كده يعني. يعني احنا بنقرا على التركيبات كده، فبنلاقي الزبون بيحب يطلبها، فاحنا بنطلبها برضه عشان تبقى متاحه للزبون. في تركيبات للبشره وللشعر؟ في للشعر بيبقى سبع زيوت. وبيبقى معاهم برضه زيت خروع وزيت زيت زيتون وزيت جوز هند وزيت صبار. متاحه عندك؟ متاحه كلها موجوده. طيب على المدى البعيد بقى، يعني في حاجه جديده انت ناوي تضيفها للمكان؟ فكره جديده؟ والله هو لغايه دلوقتي يعني كل حاجه موجوده زي ما هي كده يعني. بس مفيش فكره مثلا ممكن نعملها على المدى البعيد او كده، او ممكن بتستعين مثلا بالشباب؟ وحاليا دلوقتي مثلا ممكن بنعمل ايه، خلطه البهارات اللي هي بتاعت المحل يعني، ف
فاللي بياخدها بياخد منها تاني، يعني بتتحط على اي اكل. اي خلطة المحل هنا يعني ما لقيهاش برا؟ لان كل محل برضو بيبقى مشهور بخلطة معينة. ده اللي انا بقوله، ان انت تعمل حاجة معينة او مميزة للمكان. فالزبون برضو هو بيبقى متاح ليه ان هو مثلا ياخدها من عند مين، او هي اللي بقت كويسة بالنسبة له، او متاحة بالنسبة للسعر او بالنسبة للجودة بتاعتها. يعني تعملها بناء على ايه؟ يعني بتحدد الحاجه الموجوده فيها؟ احنا بنحددها على حسب ما احنا الامكانيات بتاعتها. يعني ممكن بهارات ممكن تبقى 200 جنيه، ممكن بهارات تبقى ب 400، على حسب الامكانيات الموجوده فيها. ماشي، بس بتحدد نوعيه البهار ازاي؟ يعني هل ده بيستخدم على طول؟ على حسب الخبره بتاعت الشخص نفسه. خبره المكان ولا خبره الزبون؟ خبره الشخص نفسه اللي هو اللي بيكون البهارات. مش انت اللي بتكونها ولا في حد عندك؟ انا بكونها حضرتك. يعني بتبقى ملم بهارات حاليا دلوقتي بتبقى جاهزه. اللي هي بتاعت الشركات وكده، يعني دي بتبقى جاهزه. في احنا بنميزها مثلا، بنخلي بهارات لوحدنا احنا. لينا احنا خاصه بالمحل. حاجه مميزه بياخدها الزبون. يمكن انا في نهايه كلامي، طبعا انا بشكر حضرتك استاذ محمد، وطبعا احنا بنحيي اي حد بيبقى عامل مشروع سواء كبير او صغير، وبيشغل معاه برضو شباب، يعني بيتيح فرصة عمل ولو فرصة صغيرة لأي شاب. الأيام اللي في حياتنا بنعيشها مرة، اوعى تستسلم في ثانية للحظة مرة، ده اليوم الحلو اللي يمشي في بعده عشرة. اللي يحب الدنيا دايما بيشوف جمالها، وبتقدر توصل عيونه للنور في ليلها. في قدامك حواجز دلوقتي شيلها، خلي احلامك قصادك حاول وجرب، ما تفكرش تسيبها لحظة او منها تهرب، واللي بعيد عنك مصيره في يوم يقرب. كلام، انا بشكر حضرتك جدا، وان شاء الله بالتوفيق دايما. ان شاء الله يا فندم، الله يخليك. شكرا. مشاهدينا، في نهايه كلامنا بشكر ضيفي وبشكركم على حسن الاستماع، والى اللقاء في حلقه اخرى ان شاء الله. ورونا الهمه يا رجاله، يا حلاوه الايد.